تعالوا النهاردة بقى نتكلم على موضوع جديد اتكلمنا عنه شوية المرة اللي فاتت. احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم في الارت وعلاقته بالسياسة، وعرفنا ان في انواع كتير من الارت، زي الحاجات اللي هي بتيجي قبل الايفنت اللي هي بتبروفوك الايفنت نفسه اللي هي البرو اكتف ارت، وفي انواع من الارت بتيجي بعد الايفنت وبتبقى يا اما يعني انتي جوفرمنت او برو جوفرمنت او بس مجرد بتعمل دوكيومنتيشن. في الاخر خالص كنا بنتكلم على فكره ان في بعض انواع الارت اللي هي بتبقى يعني برو اكتف، بتحاول توصل للناس فكره عشان خاطر تريز الاويرنس. في بعض من الحاجات دي بتبقى بتستخدم حاجه اسمها سيمبوليزم، او انها بتتكلم بطريقه متغطيه عن الحاجه بحيث ان هي ما يتمسكش عليها حاجه، at the same time المسج توصل للي بيقراها. النهارده هنتكلم اكتر على موضوع السيمبوليزم ده، وهنتكلم اكتر على فكره ان ازاي الارت بيتحكم عليه ان هو كويس او وحش. ما ينفعش نحكم عليه من غير ما نبقى فاهمينه. انا فاكره ان احنا قلنا ان الارت سبجكتيف واي حد ممكن يقول عليها حاجه حلوه او وحشه، بس احنا النهارده هناخد حاجه طريقه ازاي ان الواحد يحكم على الارت، وعلشان خاطر نحكم على الارض ما ينفعش نحكم عليه من غير ما نفهم الفكره اللي هو بيحاول يوصلها لنا. وعشان نعرف الفكره اللي هو بيحاول يوصلها لنا، محتاجين نتكلم عن السيمبوليزم، محتاجين نتكلم على فكره ازاي ان هم في بعض الناس كانت بتحط يعني كيوز في الحاجات بتاعتها علشان خاطر توصل رساله معينه، وبالتالي مهم قوي نعرفها الاول الرساله دي معناها ايه قبل ما نحكم على الارض ده كويس ولا وحش. قبل ما نبتدي، بس انتوا حد فيكم شاف الفيلم بتاع دافينشيز كود؟ فاكرين في اول الفيلم خالص كان توم هانكس بيدي محاضرة عن الاشكال، وكان بيتكلم على ازاي ان النجمة في بعض الحضارات كانت معناها ايه، وبعض الحضارات التانية معناها ايه، وهكذا. حد فيكم فاكر حاجة زي كده؟ انا شفتها دي. احنا النهارده هنتكلم عن شفناها يا الموضوع دكتور ده معلم. احنا النهارده هنتكلم عن الموضوع ده النهارده هنتكلم اكتر على فكره ايه يعني ايه الرموز، والرموز دي مش بس بتعني ايه، لا احنا هنكتشف ان في علم اللي هو اللي كان بروفيسور لانجدون من الناس اللي هي بتشتغل في العلم ده بيقعد يترجم الرموز بتاعت الرسومات والارت بيزد على مين الارتست، كان مولود فين، موجود فين، ايه الوقت بتاعه، الزمن بتاعه كان ايه. فبالتالي النهارده هنتكلم اكتر على الفكره دي، بس قبل ما نبتدي محتاجين نعمل اكسرسايز بسيط. انا هديك شويه صور وتقول لي الصوره دي او الايكونز اللي انت شفتها بتديك احساس بايه، او بتديك او معناها ايه، انت فهمت منها ايه. يلا ابتدوا. نبتدي باول واحده خالص فوق، دي بتاعت ايه او معناها ايه؟ دي بتاعت الريست رومز. بتاعت الريست رومز، فيها ميل وفيميل، وفيها هانديكاب وبيبي، صح؟ طيب اللي بعدها دي رانيا، هي أول واحدة هي كانت الريست أو كنت أقول ريست روم برضه، ريست روم. طب التانية انت عارفة ايه دي؟ ايه هي دي لايك صح؟ دي؟ لايك. اوكي طيب روان نقي لك واحدة من اللي تحت دول واتكلمي عليهم. الثالثة مثلا اللي هي الدايرة اللي جواها الخط دي مثلا معناها إن حاجة stopped أو forbidden، يعني مثلا لو لا هي لو stopped مثلا زي لو مثلا في حاجة معمولة pause الطريق أو كده حاجة ممنوعة، مقفولة، يعني أيوة حاجة ممنوعة مقفولة، أو بس مقفولة لا أو stopped. الممنوعة بتبقى فاي كده، لو هي ممنوعة تبقى زي no smoking area، دي بتبقى فاي كده مش زي دي. يعني دي تقريبا معناها اكتر ستوب، صح؟ اه اوكي طيب اللي جنبها، انا برضو لا مش لازم حد تاني. تمام. دي سنو فليك، دي سنو فليك، والسنو فليك دي بتلاقيها فين او بتشوفيها فين؟ يعني دي مثلا قلنا ان دي الريست رومز مثلا في الاماكن العامه دي، وقلنا انها علامه الستوب مثلا في الطريق. حد يقول رانيا معلش قولي دي بتشوفيها فين؟
احيانا بشوفها على الثلاجات لما بيقولوا الثلاجه دي نو فروست. الثلاجات ايه كمان؟ التكييف مثلا صح؟ او ممكن في الويذر فوركاست مثلا. في الويدر. تمام. طيب آخر واحد ده بقى، روان أو حبيبة أي حد فيكم، دي مثلا اللايك بتاعت انستغرام يلا ممكن تبقى، love ايوه مش، او مثلا رياكت على الفيسبوك برضه. love و الرياكت اللايك على انستغرام. تمام. طيب لو خدتوا بالكم بقى من حاجة، هتلاقي ان كل واحدة من دول كان ليها مينينج احنا كلنا متفقين عليه. كل واحدة من دول محدش فينا مثلا هيجي على دي ويقول دي لا دي هي سنوفليك ممكن تبقى حاجة ليها علاقة مثلا بالفرن، لا هو اكيد ليها علاقة بالثلاجة او بالفريزر. محدش مثلا هيجي هنا ويعني في القلب ده يقول لك دي حاجة ليها علاقة بالكره مثلا، خلاص. فبالتالي هتلاقي ان احنا في حياتنا حوالينا في كل حتة في رموز، الرموز دي كلنا احنا متفقين على معناها او عارفين بتدل على ايه، صح؟ فبالتالي كل واحدة من دول ليها مينينج، دي ليها علاقة بالبرودة، دي ستوب، دي يعني ريست رومز وهكذا. طيب لو احنا جينا غيرنا في دول شوية، ابتدينا نخلي مثلا السنو فليك دي بقى لونها اخضر، هل هتديك نفس المعنى ان هي بتتكلم على الكولد او اي حاجة ساقعة؟ لا ممكن تبقى moderate temperature مثلا. moderate temperature. طب لو لونها اصفر؟ ممكن ممكن يبقى تبقى حاجة warm. ينفع نحطها في الفريزر، يعني زي على العلبة بيبقى ممكن تبقى يعني عليها sign انه نحط، ينفع تخش الفريزر. طب لو هي لونها اخضر، هل ده معناه ان كل الناس هتفهم ان دي معناها moderate temperature، ولا ده رأيك انتي؟ لا مش شرط كل الناس تفهم كده. exactly. طيب تعالوا نتكلم على اليوسيف. عايز تقول حاجة؟ احنا لو غيرنا اللون خلاص ما ادتش نفس المينينج، ما بقاش ليها مينينج اصلا. يعني هي السنو فليك مع اللون الازرق معناه ان حاجه برد، لو غيرنا اللون المعنى باظ. طيب لو احنا مثلا يعني الكلام ده صح على سنو فليك وصح مثلا على علامة الستوب، علامة الستوب هي لونها احمر، لو حطيت علامة الستوب لونها اخضر هتبقى confusing، يعني امشي ولا اقف، لان الاخضر في الترافيك معناه جو والاحمر معناه ستوب. فبالتالي لو انت شفت ساين زي دي لونها اخضر مش هتبقى فاهم هو امشي ولا اقف ولا ايه الشكل ده، صح ولا لا؟ فبالتالي بعض الحاجات لما الوانها بتتغير بتدي confusing meaning او بتدي meaning انت مش فاهم هو ايه، وبعض الحاجات التانية لما لونها بيتغير بتدي different meanings. يعني مثلا القلب الاحمر ده اللي احنا بنتكلم ان هو react love على الفيسبوك، تخيل بقى ان القلب ده لونه ازرق يبقى معناه ايه؟ فرينزون. ولا حاجة ورم، ايه معرفش، حاجة لا غريبة لا هو صح، هو قالها فرينزون، هو قالها صح. لو هو القلب لونه ازرق فبالتالي it's about friendship more than it's about love، خلاص. فبالتالي هتلاقي ان ممكن بعض الرسومات لو تغير لونها تدي different meanings، وفي حاجات لو غيرنا لونها ممكن ما تديش اي meaning خالص او تدي meaning confusing. تمام. طيب دول كلهم احنا متفقين عليهم كلهم عادي ومنطقيين وشكلهم منطقي، لو شفتهم في اي حته هتفهم معناهم. بس هل مثلا الناس من let's say 100 سنه، الناس من 100 سنه لو كانوا شافوا مثلا حاجه زي دي قبل اصلا ما يبقى فيها عربيات، هل كانوا هيفهموا دي معناها ايه؟ أكيد لا. الناس برضو قبل السوشيال ميديا ويعني فكرة اللايك والثامز اب وكده كان ممكن مش فاهمين هو ده ايه، هو ليه حد عمل ايده كده او الصباع ده كده عمل كده ليه، او هما فاهمين فكرة ثامز اب بس شكلها مش بيوحي بالثامز اب بالنسبة لهم لانها الشيب الريجولر، فبالتالي ممكن ما يفهموهاش، صح؟ فبالتالي هتلاقي ان حاجات الشيبس دي المعنى بتاعها بيختلف اوفر تايم، وبالتالي احنا كمجموعة من البشر عايشين في مكان ما في القرن ال21 سنة 2020، احنا كلنا متفقين على ان دي العلامات اللي هي اللي احنا قادرين نتكلم بيها على اساسها. يعني لو احنا مثلا جينا بعد 100 سنة من دلوقتي مبقاش في عربيات اساسا،
وفي حاجات فلوتنج، فبالتالي let's say ان احنا ما بقاش عندنا علامات الستوب او اتغيرت بقت ليه حاجة تانية، فبالتالي الناس ساعتها لو شافوا العلامة دي مش هيفهموا معناها ايه. فبالتالي الايكونز دي تايم سنسيتيف جدا، كل فترة من الفترات اللي في العالم الناس بتبقى فاهمة السيمبلز اللي هم متفق عليها في فترة ما من حياتهم. خلاص نيجي للي بعد كده بقى، السلايد اللي بعد كده، حد بقى يقول لي الحاجات دي معناها ايه. دي ايكونز برضو زي اللي فاتت. ايوه بس دي مش كلنا هنتفق معناها ايه. اوكي طيب، حد عنده تخيل دي معناها ايه؟ اول واحدة دي ممكن تبقى بايب مثلا، اوكي، يعني انتي بتحاولي تقربيها لأقرب حاجة في دماغك شكلها شبه كده صح؟ او اوكي، في حد تاني عنده اي رأي على اي واحدة فيهم؟ هي ممكن تبقى سيمبلز من كالتشرز قديمة مثلا، ليها معاني، أو لغات قديمة مثلا ليها معاني معينة. ليها معاني معينة لمين؟ للناس اللي جاية من الكالتشر ده في الوقت ده صح؟ بالظبط. يبقى بالتالي احنا محتاجين نرجع تاني نبص على فكرة السيمبلز اللي حوالينا كلها. لو احنا مش جايين من الكونتكست ده او التايم فريم ده، بالتالي بالنسبة لنا الحاجات دي meaningless، مش مفهومة. ممكن تبقى ليها meaning ليهم هما، بس ما لهاش meaning لينا احنا. تمام، فبالتالي فكرة السيمبلز والايكونز احنا محتاجين نرجع نبص على الانواع بتاعتها. احنا عندنا دايما حاجات بتبقى يعني واضحة وسهلة بالنسبة لنا، وفي حاجات مش واضحة وسهلة بالنسبة لنا. بس ده مش معناه انه الاتنين، ان اللي احنا مش فاهمينها ملهاش معنى، بالعكس اللي احنا فاهمينها ليها معنى. الفكرة كلها في حاجة، ان ساعات السيمبلز الفنانين بيرسموها بتبقى very clear وواضحة جدا للناس اللي موجودين دلوقتي، وبالعكس ممكن تكون واضحة كمان للناس اللي جاية بعدين. زي مثلا الريليجيوس فيجر، اي ايكون مثلا رسمه للريليجيوس فيجر اكيد هتبقى ريليفنت وقتها وريليفنت دلوقتي. فبالتالي في بعض الايكونز بتبقى سهله انها تتفهم، بتيميتيت الرياليتي، الارتست نفسه بيبقى حاططها عشان خاطر يوصل مسج معينه. at the same time في بعض المسجز بتبقى هيدن، بتبقى الرموز صعبه، بتبقى الرموز محتاجه انها تتربط ب احداث او حاجات حصلت في الوقت اللي اترسمت فيه الرسمه دي. وبالتالي ان احنا الانتربريتيشن بتاعت الرسمه دي ممكن تبقى يعني ممكن يبقى فيه، هو ممكن يكون قصده مثلا let's say قصده يتكلم على الصداقه، او لا ده هو قصده يتكلم على الوفاء، او لا ده هو قصده يتكلم على مش عارف ايه. فبالتالي different meanings هيجوا لنفس الايكون. اي حاجه، اي مسج بتاع اي مسج ريبرزنتيشن او اي شكل له معنى، المعنى ده الناس فاهماه او مش فاهماه بس هو له معنى، ده بيبقى اسمه ايكون. فالايكون هو عباره عن ريبرزنتيشن. الريبرزنتيشن ده ممكن يبقى باترن، فيجر، دروينج، بينتينج، فوتوغراف، بتريبرزنت او بتسيمبلايز ا ريل ثينج. يعني الصوره بتاعتك الموجوده في الباسبور اللي هي الصوره بتاعت وشك دي، ده ايكون اوف يو. الحاجات اللي هي في كل حته حوالينا على الاجهزه، الرموز دي كلها بتاعت اون واوف والحاجات دي كلها، ده ايكون بيريبرزنت سويتشنج اوف او اون بتاع ديفايس معين. هتلاقي مثلا ان يعني كل حاجه بتريبرزنت حاجه في الحقيقه عباره عن سيمبل او صوره او باترن او فيجر، ده بيبقى بيعتبر اسمه ايكون. فبالتالي لو احنا بنتكلم على الايكونز، هي ممكن تبقى a picture of you او painting of you او photograph، ده يعتبر ايكون of you لانها بتريبرزنت حاجه في الحقيقه اللي هو انت. عارفين دي الايكون ده بتاع ايه؟ برينتر بتاع البرينتر. بتاع البرينتر. وبالتالي ده بيريبريزنت فانكشن وحاجه في ريل لايف في الحقيقه، هو بيريبريزنت البرينتر اللي هو الديفايس، ات ذا سيم تايم بيبريزنت الفانكشن اللي الديفايس ده بيعملها. فبالتالي اتس ان ايكون. نفس الكلام في اخر واحده، دي معناها نو سموكينج او دو نوت دو ات. فبالتالي ده بيبريزنت يعني اكشن موجود في الحقيقه برضه. خلاص، فبالتالي دو نوت سموك، والسموكينج ده حاجه موجوده في الحقيقه، فبالتالي smoking do not do it. فبالتالي ده symbol له meaning، له معنى، بي refer ل real thing. تمام. طيب حاجة تانية كمان في فكرة الايكون، زي ما كنا بنتكلم ان احنا ان الايكون ده ما ينفعش ان هو يتفهم من غير ما يبقى موجود في الكونتكست، تبقى فاهم الكونتكست around it. يعني مثلا شكل الايكون ده، ده مثلا واحد جاي من المستقبل، هو بطلوا اصلا يستخدموا البرينترز، وبطلوا يستخدموا الورق، وبطلوا يعني ايا كان الشخص ده جاي من فين،
فلما يشوف حاجة زي كده هيقول ايه ده، هو مش فاهمها اصلا، مش فاهم الريبريزنتيشن بتاعها. ولو احنا بنتكلم على حد جاي من الماضي، من العصر الحجري، برضو بالنسبة له الكمبيوترز والبرنترز والحاجات دي كلها يعني خيال علمي مش موجودة، فبالتالي هو مش هيفهم حاجة زي كده. طيب الاتنين دول ازاي هيفهموا الرمز ده؟ لازم الاتنين دول يبقوا فاهمين تطور الحضارة بتاعتنا، وصلنا ازاي لمرحلة ان احنا بقى عندنا الديفايسز اللي هي الكمبيوتر والبيرسونال كمبيوترز، وازاي ان احنا بنستخدم الورق، والورق ده بيدخل في الماشين، والماشين دي بتطلع في الاخر الحاجة اللي هي موجودة على السكرين. فبالتالي they have to understand الحضارة بتاعتنا، they have to understand the context بتاعنا عشان يفهموا معنى الرمز ده. خلاص، فبالتالي لو احنا كمان عايزين نفهم الرموز اللي موجودة في الحاجات القديمة، فاحنا محتاجين نعرف هم ساعتها الحاجات دي كانت معناها ايه بالنسبة لهم. حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ طيب عارفين كان في نقطة لطيفة قوي بتاعت الولد الصغير اللي راح لباباه وبيسأله هو مين اللي عمل 3D printing للسيف بوتن، اللي هو السيف بتاع المايكروسوفت وورد او مايكروسوفت باوربوينت وكده، بقى في سيف بوتن. السيف بوتن ده شكله نفس الشكل بتاع الفلوبي ديسك زمان، فبالتالي هو ايكون اوف سيفنج المعلومات بتاعتك على درايف. فهو لما شاف الفلوبي ديسك في الحقيقه افتكر ان حد عمل 3D printing للايكون اللي فوق، مع ان الحقيقه العكس. الحقيقه هي ان هم عملوا السيمبل ده representing something in the real life اللي هو الفلوبي ديسك. فالراجل حس قد ايه ان هو عجز لدرجه ان ولاده مش عارفين الفلوبي ديسك ده هو عباره عن ايه. وبالتالي بالنسبه للاطفال كل الحاجات اللي كانت يعني 20 years ago هي اللي كانت موجوده واحنا كلنا فاهمينها وبنتعامل معاها، بالنسبه له هو لازم يذاكرها او يدرسها او يعني يتعرف عليها زي الاثنين بني ادمين دول بالظبط. هتلاقي في حاجات كتير جدا حوالينا نفس الشكل نفس الطريقه. زمان مثلا كنا بنستخدم شرايط الفي اتش اس اللي هي شرايط الفيديو، وبعد كده بقى في السي ديز، وبعد كده بعد السي ديز بقى في الحاجات اللي هي الثامب درايفز او الفلاش ميموري وكده. فبالتالي هتلاقي ان احنا مع الوقت هنبتدي في حاجات، لو احنا عملنا سيمبل مثلا الفي اتش اس تيب دلوقتي بقى irrelevant محدش هيفهمه، لازم ارجع تاني للفتره اللي كان بيستخدم فيها التيبس بتاعت الفيديو ونرجع نفهم ده كان ايه عشان نفهم السيمبل بتاعه. نفس الكلام على فكره في الارت، الناس اللي بتعمل ده، الناس اللي بترجع تمسك الرسومات وترجع تدرس الحياه بتاعت الناس ساعتها كانت عامله ازاي عشان تفهم معنى السيمبل ده، ده ساينس اسمه ايكونوجرافي. ده الناس اللي بتدرس ارت هيستوري او تاريخ الفن. تاريخ الفن بيبقى عباره عن ان هو بيدرس الارت جوه الكونتكست بتاعه، جوه التايم فريم، جوه المكان، ويبتدي يشوف البني ادم ده بيزد على قواعد الزمن ده ممكن تكون الحاجات اللي هو رسمها معناها ايه. فبالتالي كلمه ايكونوجرافي جايه من كلمه ايكون اللي هي اي سي او ان اللي في الاول، وجرافي عشان هو بيتكلم على حاجات يعني جرافيكس فبالتالي او حاجات فيجوال. فبالتالي دلوقتي الايكونوجرافي ده عباره عن علم من علوم الارت هيستوري، ان البني ادم ده زي مثلا روبرت لانجدون في الفيلم بتاع دافينشي كود. ليه؟ لان هو كان بيدرس الحاجات القديمه وبيدرس السيجنيفيكانس بتاع السيمبلز اللي فيها للناس اللي كانت موجوده في العصر ده. فبالتالي هو الارت او الساينس ده هدفه ان هو يستدي الارت ووركس، بيانالايز الحاجات اللي فيها. وفاكرين اناليسز هي فكره ان هو يقسم الحاجه للاليمنتس بتاعتها، then he compares الاليمنتس دي للحاجات اللي موجوده في العصر اللي اترسمت فيه اللوحه والمكان اللي اترسمت فيه اللوحه. زي مثلا المره اللي فاتت كنت بحكي لكم على لاتين امريكا، ان هم بالنسبه لهم في السيمبلز اللي بيرسموها دايما الحياه والموت، بيرسموا دايما الجمجمه والورده والشمعه، يعني الشمعه والورده والجمجمه، الثلاث حاجات دول موجودين في ثلاث ارباع الرسومات اللي كانت موجوده في المكان ده في التوقيت ده. فبالتالي هم بتوع الايكونوجرافي هم اللي درسوا وقالوا لنا ليه الشمعه والورده والجمجمه من الحاجات اللي بتبرزنت الموت والحياه، لان هم قعدوا يدرسوا المعتقدات بتاعتهم في الوقت ده، وقعدوا يدرسوا السوشيال اكتيفيتيز كانت بتحصل في الوقت ده، وبيز على المعلومه دي بلغونا وقالوا لنا ان دي معناها كذا ودي معناها كذا ودي معناها كذا بالنسبه للناس دي. نفس الكلام مثلا في لوحه زي دي، اللوحه دي بتاعت الراجل اللي واقف ماسك ثلاث سيوف وولاده والستات اللي ورا اللي متضايقين كده وبتاع. انت ممكن تشوف اللوحه ما بقاش فاهم هي ايه،
بس الناس بتاعت الايكونوجرافي قالوا لنا ان الصوره دي اللي رسمها فلان الفلاني، ودي كان ساعتها بيوصف موقف حصل كذا كذا كذا، وهم كانوا رايحين الحرب ودول كانوا متضايقين ان هم رايحين الحرب، فبالتالي هو حكى لنا قصه بيزد على مين اللي رسمها واترسمت فين، وفهمنا الرسمه دي معناها ايه، مش مجرد بس حد واقف معاه سيوف وستات بتعيط وخلاص خلاص. فبالتالي كلمه ايكونوجرافي او العلم بتاع الايكونوجرافي ده علم بيدرس اللوح ويبتدي يشوف بالنسبه للوحه دي اترسمت امتى وفي سنه كام ومين اللي رسمها، ويبتدي بيز على هذا الاساس يدرس الحاجات اللي حوالين اللوحه حصلت في الحقيقه، وبالتالي يبتدي يشوف بقى هل الرسم أو الرسومات دي كان ليها معنى ولا ملهاش معنى وهكذا. الساينس ده ابتدى في سنه 1600، يعني 1593 ظهر اول كتاب في الايكونوجرافي. هتلاقوا ان هو كان دايما بيحط رسومات ويبتدي يقول مثلا ان بالنسبه للناس في العصر ده ان هو يمسك مجموعه من الورد ده له معنى معين، ده ان هو له معنى ان هو بالنقاء مثلا، او ان هو يبقى يكون في بوستر معين باصص في الاتجاه الفلاني ده له معنى، او ان هو لا ده هو لما يبقى بني ادم قاعد وجنبه حيوان الحيوان ده بيبقى له معنى تاني وهكذا. فبالتالي هو بيحاول يترجم اللوح بيز على الحياه اللي الناس كانت عايشاها في الوقت ده، وبيز على الكونتكست بتاعهم وبيز على حياتهم خلاص. فبالتالي ابتدى الموضوع يظهر الاول بان هو عاملين كتالوجات، الكتالوجات دي بتجمع السامبلز والمعنى بتاعها، وبالتالي دلوقتي احنا بقى عندنا ريفرنس لزمان كان ايه اللي بيحصل، وبالتالي هيبقى عندنا القدره ان احنا دلوقتي نفهم الرسومات بتاعت زمان. كلمه الموضوع الايكونوجرافي ده هتلاقي ان في رسومات مش لازم تكون حاجات في الارت، حاجات اللي هي مشهوره قوي وحاجات زي مثلا الموناليزا وكده، عشان خاطر تعرف تحاول تفهمها ممكن تبتدي تشوف يعني تدرس السيمبلز بتاعتها وهكذا. الايكونوجرافي كمان عرفنا ان في حاجات زي كده الايكونز اللي فوق معناها مفهوم وواضح وصريح، اول ما تشوفها في اي حضاره او اي ارت هتعرف ده معناها ايه، زي مثلا دي، عارفين دي ايه؟ مش عارف اللوجو بتاع تيمبرلاند، اللوجو بتاع تيمبرلاند اللي هو اصلا واخدينه من ايه؟ حاجة شبهه يعني، جوزيف، شجرات الحياة والموت، شجرة الحياة اسمها تري اوف لايف. فعلا تري اوف لايف ده سيمبل ل ثلاث حاجات، البليفز بتاعتنا اللي هي الروتس، والجسم بتاع الشجرة هو المايند اند بودي، ذن الفروع والورق هي الويزدم. ولو احنا فكرنا فيها هنلاقي ان هو ان انت لازم you have to have good beliefs و strong beliefs، ولازم تاخد بالك من your mind and your body only then you will get to have wisdom. فبالتالي الثلاث حاجات دول بي present ايه ال tree of life. ولو بصينا في الحاجات القديمة هنلاقي انها tree of life ك concept موجودة عند الفراعنة، موجودة عند الهنود، موجودة عند في ميزوبوتاميا، موجودة حتى في لاتين امريكا. هتلاقي ان ده من الحاجات اللي هي بقت universal، بقت معروفة ان اي شكل زي ده هيبقى ده معناه ال tree of life، حتى ايا كانت هي موجوده في انهي ثقافه. فبالتالي هم بتوع الايكونوجرافي هم اللي قالوا كده. طبعا احنا مش يعني انا مش متاكده 100% ان ده صح لسبب بسيط، مين قال ان tree of life بالنسبه للفراعنه كانت هي نفسها بالنسبه للناس في لاتين امريكا؟ يعني مش شرط، ممكن يكون هم ليهم their own meaning، بس الناس بتوع الايكونوجرافي بيقولوا ان هم ابتدوا يدرسوا المعنى بتاع الشيبس دي في الحضارات المختلفه، وطلعوا في الاخر بان الحاجه دي اسمها التري اوف لايف. نيجي بعد كده ل الايكونز، دي تعتبر ايكونز لانها بتريبريزنت حاجات في الريل لايف، ومين مين الحاجة اللي هي بتعمل له ريبريزنتيشن. طبعا في الحاجات اللي هي الواضحه يعني ماري وجيسوس اللي هي الصور اللي محدش محتاج يعرف دول مين، بس في صور تانية للقديسين ممكن تبقى محتاجة بس حد يدرس الأول ويشوف وإيه ده، إيه معنى الدايرة اللي موجودة على دماغهم، وهل في سيجنيفيكانس للحاجة اللي هم ماسكينها في إيدهم، صفحة معينة أو كلام معين هل ده له سيجنيفيكانس بالنسبة للسينت ده أو لأ. فبالتالي كلمة يعني الريليجيوس ايكونز في الميدل ايجز برضه كانت بتدرس، يعني كنا بنقعد بيقعدوا يدرسوها علشان خاطر يفهموا يعني مش بس الصورة بتاعت ماري وجيسس بس هما اللي كانوا
بيقعدوا يحللوا هما واقفين ازاي بيعملوا ايه. لكن حتى صور الساينس، عشان صور الساينس كان فيها معلومات كتير جدا عن الفتره دي بتاعت الميدل ايجز، كان فيها معلومات عن الساينس دول بتوع ايه، ليه هما بقوا ساينس، ليه فكره الدوائر المتوهجه حوالين دماغهم. وقعدوا بقى يدرسوا الحاجات دي كلها في كتب موجوده، عشان اللي عايز يعرف معنى الريليجيوس ايكونز في الميدل ايجز كان شكلها ايه. الايكونز ممكن تعمل ريبريزنتيشن لحاجات كتير، مش شرط انها بس تريبريزنت ايدياز او فاليو، او انها تريبريزنت الفيجرز الريليجيوس فيجر المهمين بالنسبه لنا. هي كمان كان ممكن تعمل ريبريزنتيشن للميثولوجي او القصص اللي حوالينا. مثلا دول الرسمتين دول هي نفس الشخصيه، مرسومه هنا مرسومه هنا. الشخصيه دي ليها قصه مشهوره، والارتست المختلفين حوالين العالم ابتدوا يرسموا القصة دي من وجهة نظرهم. فبالتالي هم الصورة ممكن تبقى يعني ما فيهاش حاجة غريبة، ما فيهاش أشكال غريبة، بس لو دققت في الحاجات اللي موجودة في اللوحة اللي هي ماسكاه في ايدها، الحاجات دي كلها هتعرف ان ده بيريبريزنت واحدة من الميثولوجيز المشهورة جدا في الجريك تايمز. حد عارف ايه دي؟ هذه بندورة. دي باندورا. حد تاني عارف مين باندورا؟ لا. اوكي، عشان بس تبقوا أنا عارفين أعرف إنها جزء، واضح انها ايه. أعرف إنها جزء من الجريك ميثولوجي. اوكي، طب يعني دلوقتي احنا السم ما اعرفش باندورا شخصيا، يعني ما تعرفش باندورا شخصيا؟ طيب باكستان. بصوا بقى، الفكرة القصة بتاعتها عبارة عن ايه. القصة بتاعتها عبارة عن ان بروميثيوس ده واحد من التايتنز كان بيحب الهيومنز جدا، والهيومنز دول ساعتها في الوقت ده بس كانوا رجاله بس، ما كانش فيه ستات اصلا. وكان بروميثيوس ده واحد من التايتنز اللي هم الجيل اللي قبل الاولمبيانز. انتوا عارفين ان اصلا كان فيه تايتنز، مجموعه من التايتنز، وتحتهم كان في الاولمبيان، وبعد كده خلاص الحضاره اختفت وبطلوا يجيبوا يعني نيو جادز او اولد جادز والحاجات دي، استغفر الله العظيم يعني. المهم، فبروميثيوس ده واحد من التايتنز اللي هم كان جيل الالهه اللي قبل الاولمب. بروميثيوس كان بيحب البني ادمين جدا، وقرر ان هو يديهم ذا جيفت اوف فاير. فاداهم الفاير عشان خاطر يعرفوا يسخنوا الاكل، ويعرفوا يتدفوا، يعرفوا يعملوا كده. فزيوس كان اللي هو الاولمبيان زيوس كان متضايق جدا ان هم كان افري انجري اوف بروميثيوس، فقرر ان هو ينتقم. و عم خلى واحدة من الأولمبيانز تعمل تكريت اللي هو هيفيستس، مش واحدة، ده اسمه ايه، ده الراجل بتاع الإله بتاع الماشينز والإنوفيشن وكده. خلى هيفيستس يعمل له كائن، الكائن ده اللي هو the first woman ever a beautiful evil، ان هي هترون حياة الهيومن كايند فور ايفر. هيديها معاه بوكس او جار او ايا كان بيسموه ايه في القصه، ساعات بيقولوا بوكس ساعات بيقولوا جار. البوكس ده جواه كل الايفل زي الهيت وال الوورز البليجز السيكنس الديث، كل الحاجات اللي هي ايفل بالنسبه للبني ادم. وراح وداها، هي باندورا ككائن اداها هديه لاخو بروميثيوس. المهم ان اخو بروميثيوس كان من الناس اللي هي كانت يعني اللي هو امفيثيوس ده، فهو كان سلو شويه في التفكير، وباندورا كانت من الشخصيات اللي هي كانينج قوي، وكانت هتتجنن وتعرف ايه اللي موجود جوه البوكس ده. فبالتالي الفضول بتاعها خلاها تفتح الجار، ولما فتحت الجار ده كل الايفل والسيكنس والديث والوورز وكل الحاجات دي كلها جريت من البوكس. وهيومن والهيومن ريس ابتدى يعرف الهيت، وابتدى يعرف الحاجات الوحشه. الايروني بتاعت الموضوع ده ان هي لما لقيت الحاجات دي طالعه، الحاجات اللي هي طالعه من الجار دي، راحت قافلاها بسرعه. فاخر حاجه ما لحقتش تسكيب من الجار ده، وكان هي الهوب. فبالتالي يعني هي طلعت كل الحاجات الشريره والوحشه، وسابت الهوب في الاخر عشان خاطر ايه، قفلت الجار بسرعه عليه. ودي الايروني بتاعت الموضوع، ان هو بيقول لك ان احنا وي ريسيفد كل الايفل وداوت الهوب ان الايفل ده ويل بي ليفتد. الحاجه التانيه كمان فكره ان ده بيبين قد ايه هم كانوا زي بقيه الحضارات القديمه، كانوا مساجينست من ناحيه ان الستات هي الايفل.
الستات هي مصدر الشر في العالم، وبالتالي هي اللي خرجت آدم من الجنة، هي اللي جابت لنا كل الدث والوورز والهيت والبليجز وكده. فده كان كونسيستنت مع الاتجاهات ساعتها بتاعت فكرة ان الرجالة كانوا عايشين كويسين جدا لغاية ما الستات جت ودمرت الدنيا يعني. فبالتالي الايكون هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن رسمة لشخصية، الشخصية دي ماسكة سيمبل معين، السيمبل ده هو بندوراس بوكس. فبالتالي اللوحة تعتبر ديبكشن اوف او ريبريزنتيشن للميثولوجي بتاعت باندورا. حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ دكتور، هو ازاي هوب حاجة وحشة؟ هو بيقول ان ديوس كان حاطط الهوب معاهم على اساس ان هو ايه يعني، ما يبقاش سو ايفل، بس في الاخر الهوب ده يعني didn't escape. وفي ناس بتقول لا، هو الايفل الهوب بالنسبة لهم حاجة وحشة، لان الهوب دايما بيبقى كاذب، فهو بيبقى تعذيب اكتر من ان هو حقيقي، ان هو فعلا ممكن يساعدهم ان هم يعدوا اللي هم فيه. ففي different interpretation لموضوع الهوب ده. طيب حد عنده سؤال؟ طيب احنا لو خدتوا بالكم احنا كنا بنتكلم على عصور، يعني احنا مثلا هنا الحضارات القديمة كلها كانت بتستخدم الشجرة دي as a symbol اللي هي tree of life، وفي الميدل ايجز كان في religious icons هي اللي كانت موجودة. وهتلاقي ان احنا بعد كده ده الرسومات دي في الرينيسانس، على فكرة لان في الرينيسانس هما اللي ابتدوا يرسموا براحتهم من خيالهم الحاجات اللي هي يعني مستقاه من الطبيعه، بس مش اكزاكتلي زي الطبيعه. هم ممكن بالنسبه لهم يبتدوا يحوروا في الصور زي ما هم شايفين. فبالتالي في الرينيسانس ابتدت تظهر الحاجات اللي هي الديبكشن للقصص المشهوره بالطريقه دي. برضو في الاواخر الرينيسانس بقى ابتدت الدنيا تبقى اصعب بكتير في فكره ايه الايكونوغرافي او السيمبوليزم ده. ليه بقى؟ لان احنا في الوقت ده كان في ليوناردو دافنشي، وكان في شوية ناس كده من الناس اللي هي بتحب قوي تحط سيمبلز مختلفة ل يعني او هيدن مسجز في الصور بتاعتهم. فاللوحة دي مثلا من اشهر اللوحات اللي فيها سيمبلز كتير قوي، وعشان تفهمها وتدرسها انت محتاج تقعد تقرا كتب كتير، لان كل حاجة موجودة في الصورة دي كان ليها معنى. الشبشب اللي موجودة على الجنب، الشمع اللي في النجفة دي واحدة بس منورة، العلامة دي والمراية اللي في الظهر وحاجات كتير تانية جدا في اللوحة. حد عارفها دي قبل كده او شافها قبل كده او يعرف عنها اي حاجة؟ ما اعتقدش. اوكي، اللوحة دي باي دكتور، ها هو انا بس عايزة افكر حضرتك ان حضرتك مش بتسجلي، فمش عارفة يعني حضرتك قصده كده ولا يعني المفروض نفكر حضرتك. لا انا بسجل كده كده سكرين شوت، ما تقلقيش، اوكي تمام. باخد يعني فيديو ريكوردينج تمام اوكي. عشان الصوت يبقى اوضح، لان النت ساعات كتير قوي لما النت بتبقى وحشه صوتي بيبقى مقطع وانتم ما بتعرفوش تحضروا المحاضره تاني. فانا قررت عشان خاطر موضوع النت ده اعمل انا فيديو ريكوردينج بحيث ان الصوت يبقى واضح يعني على طول المحاضره. طيب تعالوا بقى نتكلم على السيمبلز اللي في اللوحة. نعم بقول شكرا يا دكتور. العفو. تعالوا نتكلم بقى على السيمبلز الموجوده في اللوحه دي. اللوحه دي كانت بتاعت تاجر ومراته. التاجر ومراته دول كانوا عايشين في بروج، دي مدينه في شمال بلجيكا دلوقتي. اللوحه دي تبان ان هي لوحه ممله جدا، بني ادم واقف وجنبه مراته وخلاص، يعني ايه المشكله في كده يعني؟ يعني فين السيمبوليزم او فين الهيدنج مينينج بالنسبه لنا احنا طبعا كده، لكن بالنسبه للناس بتاعت الايكونوجرافي ابتدت تقعد تدرس في الوقت ده الشبشب ده معناه ايه بالنسبه للناس دي، المقشه دي معناها ايه، المرايه او الحاجات دي كلها معناها ايه. فابتدت تدرس ساعتها الكونتكست، الحاجات دي السيجنيفيكانس بتاعها عشان انها تتحط في الصوره. وطلعوا لنا الشيء اللطيف ده، ابتدوا يطلعوا السيمبلز كلها ممكن تكون بتريفير لايه في الوقت ده من في الحضاره دي. يعني هتلاقي ان الشبشب ده وده معناها ان الارض دي هولي جراوند، زي بالظبط لما سيدنا موسى كان في جبل الطور وربنا قال له يخلع عن عليه عشان هو في الوادي المقدس. فبالتالي هو فكره قلع الشبشب ده معناه ان المكان ده اتس هولي جراوند. قعدوا يفكروا في فكره ليه التمثال ده والمقاشه دي معناها ايه.
لقوا ان مثلا التمثال ده بيبريزنت سانت مارجريت هي السانت اوف شايلد بيرث، فبالتالي الست دي حامل وحاطين لها السانت مارجريت عشان خاطر تحمي البيبي بتاعها. نفس الكلام هتلاقي ان الشمع كتير قوي وفي واحدة بس منورة، ده بيبريزنت ذا لايت اوف جاد. هتلاقي ان احنا في، هتلاقي حاجات زي مثلا البقشة دي، دي بتريبريزنت سانت مارثا، ودي سانت مارثا سانت اوف هاوس وايفز، و ذا براش از ان اتريبيوت اصلا برضو كمان لسانت لوك بيترين سانت اوف بينترز. فبالتالي هم بيقعدوا يفكروا الرمز ده بتاع مين ساعتها، وابتدوا يفهمونا بعد كده ان الهدف من الصورة دي ان هو يبين قد ايه ان الناس دي اولا ريليجيوس، ثانيا المكان بتاعهم هولي جراوند، ثالثا هم they are devoted to God علشان خاطر سواء البيد او السنجل كاندل. فبالتالي هو دول مش مجرد تاجر ومراته، لا ده القصة نفسها والرسومات بتحكي قصة، مش بس قصة حياتهم، بتحكي البيليفز بتاعتهم هم يعني بيؤمنوا بإيه، ازاي الحاجات دي بالنسبة لهم مهمة. نفس الكلام في المراية اللي ورا دي، أصلا كان فيها مينيتشر صورة للي بيرسم، يعني اللي بيرسم رسم نفسه جوه هنا في المراية ان هو ريفليكشن بتاعه. وأصلا بيقولك ان الميرور اتسلف هي كريستيان سيمبل اوف بيوريتي of Virgin Mary. فبالتالي ممكن يكون في كذا معنى لنفس الاليمنت حسب الايكونوجرافر اللي قاعد عمل اناليسز ليها. فبالتالي ممكن يبقى ليها معنى كده او معنى كده. اللي بيحكم بقى حاجه زي كده او ايه اللي بيحدد لو في مثلا ايكونوجرافر ثالث او رابع ابتدوا يتكلموا على نفس النقطه ويدرسوا اكتر ولقوا حاجه يعني دليل يعني اقوى بكتير على ان المرايه مثلا ممكن تبقى رمز ايه مش ايه. فبالتالي الايكونوجرافي ده من الحاجات اللي هي العلوم اللي بتتطور طول الوقت، احنا فهمنا للحياة بتاعتهم في الوقت ده بيخلينا نترجم الصورة بطريقة معينة، بس لو بعد شوية ظهرت حاجة خلتنا نفهم حياتهم بطريقة مختلفة الموضوع هيبقى يعني المعاني بتاعت الصور كلها هتختلف. حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ دكتور معلش، هو اللي رسم اللوحة دي كان قصده يطلع كل السيمبلز دي والايكون دي ولا جاب معاه كده؟ انا برضو والله كنت بسأل السؤال ده، يعني انا تسألت نفسي السؤال ده، هو يعني هل هم فعلا قاصدين ان هو يربريزنت كل الحاجات دي ولا لا. انا عن نفسي مش عارفه، اللي انا عارفاه الوحيد المتأكدة منه ان هو كان بيعمل كده فعلا هو ليوناردو دافنشي، ان هو كان بيدخل الرسومات بالقصد ان هو كان بيحط سيمبلز للحاجات. اللوحه دي من اللوح اللي بتتقال ان اللي هو يان فان ايك ده من الناس اللي برضو بتعمل زي ليوناردو دافنشي، بتحط سيمبلز كتير جدا في اللوحه بالمنظر ده. في بعض الناس تانية اللي هي يعني معروف عنها انها بتعمل الكلام ده، فبالتالي اي حاجه في الرسمه غالبا هتبقى مقصوده. في بعض الناس التانية اللي هي السيمبوليزم بتاعتها مش من الحاجات اللي هي واضحه قوي قويه، فبالتالي ممكن احنا ساعتها هنقعد ندرس الاشكال وهي في الاخر الارتست ما كانش قصده كده اصلا، يعني هي جت معاه كده. بس في بعض الارتست زي ليوناردو دافنشي او يان فان ايك، دول من الناس اللي هي كانت دايما بتعمل السيمبلز الهيدن في اللوح بتاعته. خلاص جينا بعد كده على فكره في المستقبل، يعني بعد كده في المودرن تايمز، احنا بقينا نعمل انترفيو للارتست نفسه ونفهم منه السيمبلز كان معناها ايه، فبالتالي الموضوع بقى اسهل. زمان احنا ما كناش عارفين الناس دي، فبالتالي احنا كنا بنخمن هم بيفكروا ازاي او السيمبلز بتاعتهم عامله ازاي. نيجي بعد كده عارفين اللوحه دي خالص. ايوه يا دكتور. ايه لوحة Son of Man بتاعت روني، هو فنان سورياليست، هو سيلف بورتري لي مفروض يعني. صح حقيقي ده سيلف بورتري فعلا لريني ماجريت. السيلف بورتري ده لما هو ريني ماجريت رسمه، رسم وشه وجسمه وحط عليه التفاحة. ريني ماجريت كان عايش موجود في الوقت اللي الناس كانت بتشوف فيه اللوحة بتاعته، فحد من الناس اللي هي الصحفيين كانوا بيتكلموا معاه وسألوه هو ليه انت رسمت تفاحة قدام وشك، فلأن في ناس كانت بتقول دي التفاحة مثلا اللي هي ليها علاقة بآدم وإيف والبيجينينج اوف مان وكده، وفي ناس تانية كانت بتبتدي يعني تحاول انها تهبد يعني او تفتي في المعنى اللي كان هو قصده عليه ايه. طلع في الاخر هو بيتكلم ان بالنسبه له هو اي حاجه هيدن از مور انترستنج، هو بالنسبه له
وشه مش ذات انترستنج، بس انا لو حطيت تفاحه قدام وشه وخبيت جزء من وشه، الناس هتبقى دايما عايز تعرف هو ايه اللي ورا التفاحه، فبالتالي هو كده هيبقى مور انترستد خلاص. فبالتالي هو كل الموضوع ان هو كان عايز يستير اب الانترست والكيوريوزيتي بتاعت الناس اللي بتتفرج، لان هو كان شايف ان وشه مش ذات انترستنج تو شو، لكن لو حطيت قدامه حاجه زي كده الناس هتبقى عايز تعرف هو ايه اللي ورا التفاحه خلاص. طيب غالبا ده اخر اكزامبل بقى، وده المفروض ان هو سهل شويه. تفتكر اللوحه دي معناها ايه؟ او الاسد والايجل ده بيرفيروا لايه؟ الإيجل ده بيحمي السماء، والأسد بيحمي الأرض، يعني الغابة من تحت، والإيجل بيحمي السماء. مين تاني؟ هو ملك الغابة وملك السماء في نفس الوقت يعني. طيب انتوا بتحاولوا تفكروا في المعنى من غير ما تفهموا الكونتكست بتاعت الرسمة دي كان امتى وفين؟ يعني لو احنا دلوقتي بالنسبه لنا ده ملك الغابه وده ملك السماء، ده بالنسبه لنا احنا دلوقتي، لكن اللوحه دي اترسمت امتى ومين اللي رسمها؟ وبالتالي لازم نعرف هم دول بالنسبه لهم الاسد ايه والايجل ايه، صح؟ اه صح. طيب مين تاني عنده فكره ايه ده؟ ما حدش. طيب لما ترجع تبص هو السكيل مش صح، بس ده اللي واخد بالي منه. السكيل ايه؟ هقول السكيل مش صح، يعني ان النسر يبقى بنفس الهايت بتاعت الاسد، ده اللي لفت نظري برضو، اللي هو ان النسر بنفس حجم الاسد تقريبا. على فكره ده معمول فور ريزن، ليه ان الاسد يبقى مش اكبر من الايجل؟ لان الرسمه دي كانت بتريبريزنت حاجه معينه، وكانش ينفع فيها ان حد يبقى اكبر من حد. عشان كده بقول لكم احنا ما ينفعش نحكم على اي ارت ان هو حلو ولا وحش، او ان هو بيديليفر الايديا اللي هو المفروض يديليفر من غير ما نبقى فاهمين الايديا نفسها عباره عن ايه. طيب حد عنده اي راي تاني قبل ما اشرح بقى ايه ده؟ اوكي. طيب مبدئيا كده دي كانت الصوره دي نازله في مجله من او جورنان، يعني لو انتوا عارفين البولد ايجل ده رمز لليونايتد ستيتس اوف امريكا، والاسد ده رمز لليو كي او انجلند. ليه؟ لان هم من زمان قوي السيمبلز بتاعت انجلند كان دايما فيها الاسد اللي عمل كده، ومن الاول خالص من ساعه الاندبندنس وهم الامريكان واخدين البولد ايجل اللي هو يعتبر الحيوان الرسمي للرمز بتاعهم يعني. فبالتالي دلوقتي لو احنا بصينا على اللوحه بالمنظر ده من غير ما نقرا الكلام، احنا عندنا اسد وعندنا بولد ايجل، ده بيعبر عن كونتري وده بيعبر عن كونتري. لو انا كنت عملت الايجل اصغر ده معناه ان انا بتكلم ان اليو كي او انجلند اكبر واقوى من امريكا، فبالتالي كان لازم اعمل الاثنين جنب بعض. طيب هو بقى ليه رسم الاسد وليه رسم البولد ايجل وليه الاثنين باصين في نفس الاتجاه واقفين مع بعض كويس ومبسوطين وكده ما فيش اي مشاكل؟ كانت الموضوع علشان خاطر في تريزا ماي اللي هي كانت البرايم مينستر بتاع اليو كي، موجوده في امريكا وكانت بتدي سبيتش سنه 2017 في فيلادلفيا، وكانت السبيتش بعنوان a very special relationship. فبالتالي هو الارتست حب يعبر عن very special relationship دي بان هو يجيب التو سيمبلز بتوع البلدين ويحطهم جنب بعض باصين قدام كده في تناغم، والاثنين نفس الحجم ما فيش حد اكبر من الثاني. فبالتالي هو هنا كان بيعبر على فكره الريليشن ما بين البلدين خلاص. طبعا لو انت شفت الصورة دي لوحدها من غير الكونتكست اللي انا حكيته ومن غير التوقيت اللي اتحكت فيه مش هتبقى فاهم ده معناها ايه. لازم عشان تفهم الحاجة لازم تبقى عارف الرسمة دي اترسمت امتى ومين اللي رسمها ورسمها فين، لان دي حاجات اللي هتبين هو كان قصده ايه من الرسمة. زي المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على تمثال الحرية وهو بيعيط، وقعدنا نقول هو بيعيط على ايه؟ ممكن يكون 9/11 ممكن، بس احنا مش عارفين الرسمه دي اترسمت امتى. افرضوا انها كانت اترسمت مثلا في ستينات القرن الماضي، فبالتالي وهي اترسمت في الستينات ده معناه انه ما كانش لسه في 9/11، فبالتالي ممكن يكون تمثال الحريه بيعيط على حاجه تانية ساعتها. فبالتالي احنا لازم نرجع دايما لاصل الصوره امتى وفين ومين وازاي عشان خاطر نفهم هو الارتست كان معناه ايه. طيب ليه بقى الايكونوجرافي ده حاجه مهمه، او ليه فهم السيمبلز اللي موجوده في الارت بيزد على الاوقات المختلفه والكونتكست المختلفه اللي اترسمت فيه الارت ليه مهم؟
ده له علاقة بحاجة اسمها الارت كريتيسيزم او النقد بتاع الارت. احنا كنا بنتكلم دايما ان الارت عبارة عن حاجة سبجكتيف، احنا ممكن عجبني او مش عجبني وخلاص. الارت كريتيسيزم مش كده، مش بيتكلم على حاجة انها حلوة او وحشة. الارت كريتيسيزم بيشوف الارت ده له فاليو ولا لا. الفاليو دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الايديا اللي هو الارت بيحاول يوصلها. فهو بيحاول يفهم ايه هي الايديا بيهايند الارت، ويبتدي يشوف هل الارت ده نجح في ان هو يوصل الايديا باحسن طريقة ممكنة ولا لا. الطريقة اللي احنا هنتكلم عليها في الارت كريتيسيزم اسمها ذا فيلدمان ميثود. ده بني ادم يعني قرر ان هو يطلع طريقة بيزد على الاناليتيكال والكريتيكال ثينكينج وكده، نطلع طريقة نحلل بيها الارت، ومش هنعرف نعملها من غير ما نبقى فاهمين السيمبلز اللي في الموجودة في الرسومات. فبالتالي الارت كريتيسيزم هو عبارة عن الايفالويشن بتاع الفيجوال ارت in the context of the theory of beauty اللي هو الاستاتيكس and iconography في نفس الوقت، لان هو بيدرس كل الحاجات اللي هي حصلت في الكونتكست والمعاني بتاعت الارت. الارت كريتيسيزم، تعالوا ناخد مثال. الاربع طرق بتاعت الفيلمان ميثود، اول طريقه اعمل ديسكريبشن، تاني طريقه اعمل اناليسيس، تالت طريقه اعمل انتربريتيشن، واخر حاجه خالص اخر خطوه ان انا اعمل جادجمنت. علشان نجرب الطريقه دي مع بعض، قررت اجيب لكم لوحه للفنان حسين بيكار. حسين بيكار ده من الناس المصريين الفنانين العظماء، عنده لوحات كتير جدا، كان بيرسم حتى في جريده الاخبار، اخبار اليوم، كان كل يوم سبت كان بيبقى في لوحه كبيره ليه في اخر صفحه. هو يعني اتوفى في التسعينات اوائل الالفينات اعتقد، بس الرسومات بتاعته كلها ليها يعني شكل ديستنكتيف وكده. اللوحه دي انا جبتها ليه؟ عشان خاطر تعالوا نبتدي يعني مبدئيا هي من مصر، في الكالتشر بتاعتنا من النوبه، بس في نفس الوقت يعني احنا ممكن نبقى فاميليير بيها. تاني حاجه انها ريسنت بمعنى انها مرسومه سنه 94، فبالتالي مش حاجه من 200 سنه احنا مش فاهمين معناها ممكن تبقى عامله ازاي. فبالتالي احنا ممكن نبتدي نشوف اللوحه دي ونبتدي نعرف نعمل لها كريتيسيزم بيزد على المسج اللي كان بيحاول حسين بيكار يوصلها. اول خطوه هي الديسكريبشن، وكلمه ديسكريبشن معناها ان انت بتوصف اللي قدامك من غير ما تقول رايك فيه. بديسكريبشن معناها ايه؟ ان انت بتديسكرايب اللاينز والشيب والكولرز وكده. تعالوا نتكلم في الديسكريبشن بقى مبدئيا كده. ايه رايك في اللاينز؟ هل اللاينز حاده ولا اللاينز كيرفد، ولا في ميكس ما بين الاثنين؟ بتديك اي احساس؟ انا عايزاكم تردوا. ايه رايك؟ ديسكرايب اللاينز. في ميكس بين الاثنين. في ميكس بين الاثنين. جوزيف. هي في ميكس بين الاثنين بس لحد ما هي شارب ومش منطقيه قوي يعني. لا مش منطقيه، ده كده انت بتجادجت صح؟ احنا مش انا قصدي ان احنا هنقول بس هي وصفها شكله ايه. ايه هي شارب صح؟ معرفش اسمه ايه، الروب بتاع الراجل، الهدوم، الجلابيه، جلباب. جلباب. كنت هقول انه مش منطقي ان يبقى شكل تريانجل، فهو بيحاول يبسطه بشكل معين عشان يحوله تريانجل، دي حاجه تانية. بس ده جادجنج، مش يعني مش في الديسكريبشن. ديسكريبشن احنا ما بنقولش راينا في الحاجه المرسومه، احنا بس بنقول هي مرسومه ازاي. طيب النقطه اللي بعد كده، التايم والموشن. هل في تايم او في موشن او اي حاجه بتدل على التايم والموشن في اللوحه دي بالليل يعني؟ ايوه، القمر بالليل. القمر بيدل ان احنا الصوره دي بالليل. في حاجه تانية ليها علاقه بالموشن؟ غالبا راجل طاير. لا الراجل قاعد على الارض، بس انا بتكلم في الموشن. اللاينز بتاع اللي مرسوم بيها شكل الفيميل، في نوع من الموشن، شكل الحركه بتاعت رجلها او كده، لان هي بتعمل موشن، لان هي بتتحرك، هي بتتحرك وبتحط الطبق قدام الراجل، فبالتالي في موشن في حركه الست وهي ماشيه، في موشن تانية في صوابع ايد الراجل وهو بيعزف على الناي. يعني يو كان سي ان مش كل الصوابع ليها نفس الاتجاه، فبالتالي يو كان فيل ان في يعني هيبقى في يعني representation of motion في اللوحة دي عن طريق ايد الراجل اللي بتعزف على الناي. طيب الكالر سكيم ايه رأيكوا فيه؟ يعني مش ايه رأيكوا فيه، اوصفولي. هو هل هو بيتكلم على عاملها مونوكروم ولون كلها لون واحد، ولا عاملها colors اللي هي في بينهم harmony، ولا هو عامل حاجات بينهم contrast؟ طبعا انتوا مش فاهمين يعني ايه harmony contrast، بس احنا هنشرحه بعد كده في المحاضرة الاخيرة، فمش عايز اشرحه تاني دلوقتي. لا ليه مش في contrast؟ في ايه؟ فكرة ان contrast
في warm وفي cool colors وال white color. دي كمان كنت هقول زيها. وعامل ألوان أكتر نور مثلاً. ألوان إيه؟ يعني عاملها بطريقة عامل ألوان كأنها ضل ونور، يعني في نفس اللون غامق وفتح عشان يعمل شادو يعني. صح، حلوة دي. أوكي طيب، مين تاني؟ فدوى. انا اوريدي قلت بس اوكي طب نزلي في هايلايت على الراجل والست عشان هما يعني الراجل كله لابس لون معين والست كلها لابسه لون معين. اوكي فبالتالي هو اختار كده عليهم، يعني هو اختار لونين اساسيين او ثلاث الوان اللي هي الازرق والاورنج او الاصفر والابيض، وحط درجات من كل لون حسب اللايت والشادو. طيب التكتشر، اوصف لي التكتشر. سموث. سموث. مين تاني عنده رأي تاني؟ هي ممكن الأشجار اللي تكون شارب. مين تاني؟ هو التكستشر دي معناها هو هنا مش مركز على التكستشر اصلا، يعني هو مش مخلي كل حاجه يعني مش مثلا مدي لللبس تكستشر معينه، للستون تكستشر معينه، للشجر. صح. لا هو مركز على حاجات تانية. صح. هو مديها كلها الوان بس. صح، التكستشرز مش مختلفه، مفيش اختلاف في التكستشرز حوالين الصوره. يعني الفكره في التكستشر دلوقتي هل هو مدي ديفرنت ماتيريالز او ديفرنت تكستشر لديفرنت ثينجز ولا لا. هو في الاخر عامل السماء زي الارض زي الفستان زي الصخره، وكلهم التكستشر بتاعهم محبحب او خشن، مش سموث كلهم. خلاص، فبالتالي التكستشر هو فرق في الالوان ما بين الراجل والست لكن ما فرقش في التكستشر. طيب السايز والسكيل، هل السايز طبعا حاجة والسكيل حاجة، فكرة السكيل هي علاقة الحاجات ببعض، والسايز هو حجم الحاجة نفسها. فبالتالي هتلاقي جوزيف عايز يقول حاجة. هو دكتور، هو بالنسبة للسكيل، هو الصراحة أنا في حاجة مش مقتنع بيها من غير جادجمنت يعني ولا كده، بس هو السكيل يا الراجل أكبر من الطبيعي يا هو فعلا طاير، لأن ما ينفعش يبقى هو فوق التلة اللي هي بعيدة ويبقى نفس السايز بتاع البنت. ما دي بقى المشكله في السكيل، هل السكيل منطقي او مش منطقي. احنا مش بنوصفه منطقي ولا لا، احنا هنقول مثلا ان الراجل السكيل بتاعه اكبر من الست، او ان الاثنين نفس الحجم رغم ان هما مش على نفس البعد. بالظبط. تمام. طيب سيبك من الكانفاس والماتيريال، تعالوا نتكلم على السبجكت. هتفتكروا او حاول تديسكرايب كده، هو ايه الموضوع اللي بيتناوله الفنان في هذه اللوحه؟ من الراجل قاعد بيعزف يعني ساعة صفة مثلا وستة بتخدمه. أيوة هي دي الفكرة. طبعا أكيد طبعا. إيه تاني؟ دي مثلا نايت لايف، يعني حد قاعد كده بعيد وبيعزف. نايت لايف ممكن. بس كمان ممكن هو بعد يوم طويل بقى من الشغل وكده قاعدين بقى بيتسلوا وبيتبسطوا. ممكن، واضح جدا في الميوزك برضو. ميوزك. اوكي طيب، يعني هو دلوقتي احنا طبعا هو حسين بيكر الله يرحمه، لو هو كان قايل لنا، لو هو كان موجود كنا سألناه هو انت ايه موضوع اللوحة. بس زي ما انت قلتوا فعلا احنا يعني في حاجات واضحة احنا مش محتاجين نسأله، زي ان هي بتتكلم انها السبجكت عبارة عن نايت لايف، في النوبة، في ميوزك، وفي يعني people enjoying the night. انا حاسة ان هم enjoying حتى لو هو مش مبين ملامح وشهم، بس فكره ان الراجل قاعد وبيعزف وهي جايبه الاكل عشان تقعد بقى معاه وتقزقز تاخد سناك يعني. فانا حاسه ان هي لا شكلها دي ار يعني حسين بيكار واخد لقطه من حياه الناس في النوبه بالليل، صح كده؟ طيب احنا كده عملنا ديسكريبشن، احنا عملنا ديسكريبشن معناها ان احنا بس وصفنا الصوره، وصفناها ايه الالوان، ايه التكستشر، ايه الخطوط شكلها عامل ازاي. ليه الوصف ده مهم؟ قبل ما تدخل على المرحله اللي بعد كده انت محتاج توصفها الاول عشان تتاكد ان انت شفت كل حاجه فيها. يعني لو احنا ما عملناش الوصف ده في الاول ودخلنا في الاناليسز على طول، في حاجات ممكن تعدي منك، في حاجات ممكن ما تاخدش بالك منها خالص. فبالتالي الديسكريبشن ده خطوه مهمه في الاول، بس ليه؟ انها تعرفك ان انت او تاكد لك ان انت خلاص بصيت على كل حاجه وقريت اللوحه كلها وكل الاليمنت بتاعتها.
نيجي بعد كده بقى في الاناليسيس. فاكرين الاناليسيس كنا بنقول عليه عباره عن ايه؟ ان انت بتنزل الاليمنتس او الحاجه الكومبلكس للاليمنتس بتاعتها وعلاقتهم ببعض. فهي الاناليسيس بقى هنعمل كده. احنا دلوقتي عندنا شويه اليمنتس عملنا لها ديسكريبشن، محتاجين بقى نشوف الاليمنتس دي علاقتها ببعض ايه. يعني هل مثلا اللوحه فيها مثلا مش بالانس، ولا هل هي فيها سيمتري، ولا هل البروبورشنز علاقتها ببعض ايه، وهكذا. فبالتالي في الاناليسز هنا بنعمل ايه؟ احنا بناخد الاليمنتس احنا عملنا لها ديسكريبشن في الخطوه الاولانيه، ونبتدي نشوف هل هي العلاقات بتاعتهم عامله ايه. هل في ايتم مثلا بيحصل له ريبيتيشن، تكرار؟ هل في حاجه في البروبورشنز، علاقه غلط او صح في البروبورشنز، فكره ان هو مقاس الراجل بالنسبه لمقاس الست مثلا؟ هل في يونيتي وفرايتي؟ عارفين اليونيتي والفرايتي اللي اتكلمنا عليها في المحاضره بتاعه البيوتي لما كنا بنتكلم على الشجره، ان الشجره عباره عن اليمنتس مختلفه بس في نفس الوقت دي together they work as a unit. فهي نفس الفكره في اللوحه، هل هنا كل element لوحده ولا they work together as a tree؟ فهل في variety و unity ولا لا؟ قولوا، حد يقول. لا في unity عادي، مش هو مش كل حاجه لوحدها. وايه كمان اللي بيديكي احساس باليونيتي؟ يعني هم يعني حاطين حاجات مع بعض، يعني مثلا يعني الناي اللي في ايده ده شبه عيدان الشجر. يعني قصدي مش حاسه ان كل حاجه مع نفسها كده. طيب حبيبه، الباك جراوند حتى لو هي سما وارض بس هي ماتشنج، يعني الوانها يونايتد. اوكي. فمديه احساس باليونيتي. كمان التكستشر يعني نفس الشد والشادو في كله، يعني صح. مش حته منوره قوي وحته ضلمه قوي، هو لا مظبوطه يعني. صح. ففي بالانس كمان. صح، الشد والشادو ثابت في كل اللوحه، فبالتالي بيديها يونيتي. اوكي رانيا. هو رسمهم كانهم سلوات، فكل الحاجات يعني في يونيتي بسبب ان كلهم مرسومين بنفس الطريقه، هم سلوات. انتوا هايلين، مبسوطه بيكم جدا. سوري، انتوا بقول لكم انا مبسوطه بيكم جدا كدفعه، ان انتوا شاطرين قوي بجد. اوكي صح صح يا رانيا، مظبوط اللي انت قلتيه مظبوط. طيب شروق. انا حاسه انه يعني الاليمنتس مربوطين ببعض، يعني مثلا الست دي هي شايله حاجه تقريبا ممكن تبقى مثلا كوبايه او حاجه، فتاخدها مع مش عارفه اسمه ايه اللي هو حاجه مثلا بتاعه الشاي او كده يشربوا منها، دي هتبقى للراجل. الراجل ممكن مثلا يكون بيعزف للست، فكل حاجه مربوطين ببعض كفانكشن كمان، مش بس كالوان وكده، غير الالوان يعني معاها. اوكي جوزيف. هو في كنت بفكر في ان الستايل اللبس نفس يعني مقارب بسبب الخطوط اللي هو عاملها فيها، والسكين كولر بتاعتهم واحده، فباين ان هم جايين من نفس الباك جراوند او نفس الكالتشر. صح، فبالتالي كل ده حاجات بتدل على اليونيتي، وان في فرايتي في نفس الوقت. يعني هو في فرايتي في لون لون لبسهم، في فرايتي في الحاجات اللي هي درجات الالوان، بس ات ذا سيم تايم في يونيتي في التكستشر، في يونيتي في شكل السلوات بتاعهم، يعني السماء والارض والحاجات دي كلها التكستشر ما بينهم يعني واحد. طيب ياسمين. هو احنا ممكن نقول في يونيتي في الكولرز انها كلها اورجانيك. اكشلي لا، لان هي اصلا warm colors mix مع warm colors مع cold colors، فحتى لو هي organic هي ما زالت في دايره الالوان، يعني في theory of colors هم contrasting مش complementary، فبالتالي لا، هم هو هنا قصد contrast اساسا. خليتيني اقول رقم 3. يونيتي في التكستشر. في يونيتي في التكستشر ايوه، بس difference في color. انا عايز اسال سؤال، هو هي ليه محببه؟ هو ليه التكستشر يعني هي ليه مش سموث؟ ده كان ستايل الرسم بتاع بيكار، يا اما كان بيرسم بالرصاص خطوط نظيفه، يا اما كان بيرسم بالفرشه بالمنظر ده. ممكن يعني دوروا عليه اونلاين، شوفوا بيت رسوماته، هتلاقوا انه ده بيبقى عباره عن سيجنتشر للارتست،
يعني الستروك بتاعة الفرشة بتاعته ده بيبقى سيجنتشر بتاعه، بتعرف اللوحة دي بتعرف هي بتاعته ولا لأ بيز على الستروك دي. ايوه بس انا حاسه ان التكستشر يعني سموث هو اللي بيخليها محببه. بقول لك هو بيرسم بالفرشه، هو بيعمل الحبحبه دي وهو بيرسم، هو بياخد الوان مختلفه ويحطها جنب بعض بطريقه تخلي فيها التكستشر ده، هو بيبقى قاصدها. اوكي تمام. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده، البالانس. اللوحه دي فيها بالانس ولا لا؟ في ناس بتشيل هي فيها بالانس، في حاجة طويلة على اليمين ولا حاجة قصيرة على الشمال، حاجة مدورة في النص، حاجة مدورة فوق في الجنب، في حاجات كده محطوطة متوزعة بأشكال بالانس. طيب بصوا هتلاقوا ان الحاجات اللي ليها ويت تقيل في اللوحة اللي هي الراجل والست، صح؟ هتلاقي ان الست واخدة تلتين اللوحة من هنا والراجل تقريبا واخد نص اللوحة من هنا، صح؟ فبالتالي هو ممكن الاول وهله تحس ان ما فيهاش بالانس لان الست دي متقله اللوحه الناحيه دي، خصوصا اللون بتاعها الاورنج اقوى بكتير من الابيض، فبالتالي تحس ان الست دي عامله يعني امبالانس في اللوحه. لكن في الحقيقه هتلاقي ان الست دي اللي مكمل اللوحه فوقيها هو مجموعه من الشجر اللي هو خفيف في الوزن، وفي نفس الوقت اللي مكمل النص ده للراجل هي الصخرة اللي تحت دي اللي هي أصلا تقيلة في الوزن أتقل من الشجرة، فبالتالي هتلاقي إن هو عوض الإمبالانس بتاع الست والراجل بالإلمنتس اللي هنا واللي هنا بحيث إن اللوحة تتوزن يمين وشمال. فهمتوا أي حاجة من اللي أنا قلتها دي ولا صعب عليكم؟ دكتور هو أنا صراحة كنت بفكر في حاجة تانية، قول. كنت هقول إن اللوحة بالانس عن طريق الدياجونال، لان يعني الشخصين مترصصين واحد فوق على الشمال والتانية تحت على اليمين، اوكي فهل ده صح ممكن ولا؟ طبعا. اللوحة اللوحة كمان في خط الهورايزن اللي بيفصل ما بين السماء والارض، هو مش بالانس يعني، هو بالانس تلت وتلتين، فهو ممكن نعتبره اسيمتريكال بالانس. ما هو البالانس طول عمره اسيمتريكال لان فكرة ان هو في سيمتري ما بقاش خلاص بالانس بقى سيمتري، فبالتالي احنا بنتكلم في البالانس هنا على ان ازاي الفيلينج اللي الحاجه بتديها لنا كوزن الحاجه في الحقيقه. مثلا الفروع الشجره دي اكيد هتبقى اخف في الحقيقه من الصخره دي. هنا برضو نفس الكلام، ان هنا عندي خطوط صغيره ومنتشره، هنا عندي سوليد كولر، فبالتالي ده مع ده بيعالج المشكله ما بين الراجل والست ان هي ست متقله اللوحه الناحيه دي، فبالتالي الراجل مع الصخره وزنهم تقريبا نفس الوزن بتاع الست مع الشجره. فهمتوا قصدي؟ انا عارفه الحته دي صعبه يعني. لا لا تمام اوكي. طيب الريبيتيشن والريذم، ما كانش في الريبيتيشن في اللوحه لسبب بسيط، ان الريبيتيشن بتبقى متطلبه ان في element واحد بيتكرر كل شويه. ما نقدرش نقول ان في ريبيتيشن في فروع الشجره لان الشجره هي على بعضها element، مش الفروع هي الelements. نفس الكلام بالنسبة للإيبي، ده هو واحد بس، القمر واحد بس، الراجل واحد، الست واحدة، فبالتالي مش ما عندناش ريبيتيشن، وبالتالي لو ما عندناش ريبيتيشن مش هيبقى فيه ريذم. بالنسبة للبروبوشنز أعتقد جوزيف اللي كان قال فكرة إن البروبوشنز الراجل الأوت أوف بروبوشن لأن هو المفروض إن هو يبقى أبعد وبالتالي هو المفروض يبقى أصغر، صح؟ فبالتالي البروبوشنز هو بالقصد الراجل خلى الراجل والست تقريبا البروبوشنز بتاعتهم واحدة as if إن هم قاعدين عندنا قدامنا بنفس المسافة، صح؟ حد تاني عنده كلام أي حاجة تانية عن proportions؟ دكتور هو إيه اللي ألزم إن الراجل تكون التلة بعيدة وهو فبالتالي هو يكون أبعد؟ هو مش ممكن يكون دي اللي هي الحوش بتاع البيت، يعني إنه الشكل نفسه أصلاً بره البيت والترابيزة دي في التلة على طول، يعني هو مش أبعد، في ظل، في ظل للشيء ده بعيد، يعني واضح إن الأرض بعيدة، الارض بعيده سنه يعني مش بعيده قوي بس بعيده لان احنا في ظل للشيء ده، والظل ده مرمي على البتاع اللي وراه، فبالتالي هي ابعد سنه بس مش شرط تكون ابعد قوي. في حاجه تانية في البروبورشنز؟ الفكره انه الظل ده كنت يعني حاسه جاي من النور الاصفر اللي هو فوق الترابيزه، يعني تحسيه فوق الترابيزه او كده، بس شويه ان هو ظل الكورنر نفسه على الحيطه، انه زي مثلا الكومودينو بتاع الأوضة وفوقي حاجة بيبقى عامل ظل على الحيطة اللي هو مسنود عليها.
طب ما ده اداني فكرة تانية دلوقتي في موضوع البالانس اللي انت بتقوليه ده، لان هو مثلا هنا الراجل ابيض والقمر ابيض الناحية التانية، والست هي لابسة اصفر، فاداها اداها لايت اصفر جاي من الناحية التانية عشان يخلي ابيض يعني اصفر واصفر وابيض وابيض. ايوه. طيب ندخل في المود والفيلينج، تفتكروا ايه المود والفيلينج بتاع اللوحة دي؟ كالم قوي. كالم. ايه تاني؟ في سنة ساقعة مثلا. في سنة ساقعة جديدة دي، بس ماشي. ليه سنة ساقعة؟ ايوه، عشان الدنيا زرقاء قوي. الدنيا مش بتبقى زرقاء كده غير لما يبقى فيه بريز الهواء بس، وان هما الاتنين لابسين بكم وحاطين حاجة على دماغهم ده بس ده الترديشنال وير بتاعهم، حتى في الصيف بيلبسوا بكم عشان الشمس. بس هو مش ما كانش هيبقى الترديشنال لو الدنيا حر اصلا. هو انا بالنسبه لي انا ده بيدي احساس بالسلام او البيس، انهم قاعدين they have no worries، قاعد بيعزف وهم يعني ريلاكسيشن كده، واحساس بال ان ما عندهمش مشاكل. مين تاني عنده وده سكور ايه ده؟ السما صافية كده خالص. اوكي، فبالتالي ده بيدي برضو احساس بفكرة السلام. هو في نوع من الونس، نوع من الونس. حلوة الونس دي، جديدة. ماشي. طيب دلوقتي احنا شاطرين قوي، عملنا ديسكريبشن وعملنا اناليسز. الديسكريبشن وصفنا فيه الاليمنتس، والاناليسز جبنا الاليمنتس دي بالتفصيل وشوفنا علاقتها ببعض ايه، يعني علاقه الاليمنتس ببعض، هل في بالانس، هل في يعني كونتراست، هل في كذا. فبالتالي قدرنا نعمل اناليسز للحاجه. طيب دلوقتي احنا محتاجين نعمل انتربريتيشن للمعنى ده. بمعنى ايه؟ يعني احنا دلوقتي عايزين نشوف الحاجات اللي احنا قلنا عليها، الفرايتي واليونيتي والبالانس والحاجات دي كلها، هل هي يعني ليها معنى اكبر كان الارتست عايز يوصله؟ هل الصورة دي بتريليت لمكان ما في وقت ما؟ ايه الحاجات اللي احنا ممكن نتعلمها من الكالتشر دي بيزد على الصورة؟ هل بقى اللاينز اللي اترسمت كان مقصود ان هو يبقى فيه كونتراست ما بين الخطوط الحادة للراجل وما بين الخطوط الكيرف للست؟ فبالتالي هنا بقى نبتدي نتسائل الأسئلة بتاعت ان احنا عايزين نشوف الهدف اللي خلى الارتست يستخدم الالمنتس دي بالعلاقات دي. خلاص. فبالتالي دي طبعا من الحاجات الصعبه جدا ان احنا نعملها دلوقتي، لان احنا ما نبقى مش عارفين بالظبط هو الراجل كان ايه الايديا اللي كان عايز يوصلها. في نفس الوقت في حاجات ممكن تانية نجاوب عليها، يعني مثلا واضح ان هو ان الارت ده بيوصف مكان معين اللي هو النوبه، والوقت التوقيت المعين احنا مش عارفين هل ده كان فعلا بيرسم الناس في التسعينات كانوا بيلبسوا كده، ولا هو بيرسم في سنة في التسعينات، بس هو كان بيرسم مثلا صورة هو متخيلها كانت في الخمسينات عاملة ازاي مثلا. هنبتدي نفكر بقى هو الراجل ده كان قصده ايه من الصورة. طبعا لو هو موجود هنعمل له انترفيو، لو هو مش موجود فاحنا مضطرين يعني نتخيل كده هو ممكن يكون كان قصده ايه. فبالتالي الانتربريتيشن بقى احنا بنشوف الديسكريبشن والاناليسز اللي احنا عملناه، هل ده متماشي مع الفكرة اللي الارتست عايز يوصلها ولا لا. يعني ليتس سي لو هو بيتكلم على لو هو الفكره بتاعته بيتكلم على السلام النفسي والونس في النوبه، فبالتالي اعتقد ان هو عرف يوصل لنا الفكره دي، لان احنا عرفنا ان اللوحه دي بتدي مود معين، فيها بالانس بطريقه معينه، فيها كونتراست بطريقه معينه، كل الحاجات دي ساعدت في توصيل الفكره. لو احنا بنتكلم على ان هو كان قصده مثلا يتكلم على let's say ايه مشاكل الاسريه مثلا في النوبه، فواضح ان ده ما وصلش الرساله بتاعته، لان واضح الناس دي ما عندهاش مشاكل. خلاص. فبالتالي احنا محتاجين نبقى عارفين ايه هي المسج بتاعته الاول، وبعدين نبتدي نشوف هل الاليمنتس اللي هو رسمها، هل الكونتراست اللي هو عملها بتساعد بتخدم في توصيل الفكره ولا لا. ليه بقى؟ لان في بعض اللوحات الثانيه ممكن تكون الارتست استخدم فيها حاجات بتوصل معنى مختلف عن اللي هو كان قصده بيه. يعني لو رجعنا فوق مثلا هتلاقي ان تعالوا نبص على اللوحه دي بتاعت بيكاسو. اللوحة دي المفروض انها الست دي واقفة في المراية وبصت على نفسها، فبالتالي هي المفروض ان هو يعني المسج اللي هو عايز يوصلها ان احنا من بره شكلنا كده، بس هي شايفة نفسها عاملة كده. خلاص. فبالتالي هل هو نجح في ان هو يوصل الرسالة دي؟ اولا اول حاجة الست في المراية شكلها مختلف عن الست اللي واقفة بتبص في المراية، بس كان المفروض لو هو فعلا عايز يبين ان في كونتراست يعني
قوي جدا ما بين اللي جوه واللي بره. كان ممكن يعمل يعني، هو على فكرة استخدم contrasting color، يعني الموف والأصفر عكس بعض، فبالتالي هو رسم الست في المراية لونها موف وفي الحقيقة لونها أصفر عشان يبين قد إيه إن هما contrasting. بس كان في حاجات ممكن تانية تزود الكونتراست ده، مثلا يعني هي مثلا مناخيرها هنا حادة، كان ممكن مناخيرها هنا تبقى curved أكتر. نفس الكلام في العينين، فبالتالي كل ما كان في difference ما بين المراية وما بين الست، كل ما كانت الفكرة وصلت بطريقة أقوى. فالفكرة كل وقت احنا بنبقى عايزين نعرف الفكرة الأصلية بتاعت بتاعت اللوحة ايه، ونبتدي نشوف هل الاكسكيوشن بتاعها بتاع الخطوط والألوان والحاجات دي كلها نجح في ان هو يوصل المعلومة دي ولا لا، هل نجح ان هو يوصل الإحساس ده ولا لا. كده احنا خلاص عملنا الديسكريبشن وعملنا الاناليسز وعملنا الانتربريتيشن، قعدنا نربط بقى الحاجات اللي هو رسمها دي بالقصه بتاعت الخلفيه والباك جراوند والايديا اللي هو كان عايز يوصلها. بعد ما عملنا الثلاث خطوات دول خلاص احنا عرفنا ان هل دول ريليتد لبعض ولا مش ريليتد لبعض، يعني هل الاشكال اللي هو عملها كانت كويسه كفايه انها توصف الايديا بيهايند الارت ولا لا. فاخر خطوه بعد كده بنعملها ان احنا بنعمل جادجمنت على اللوحه، هل اللوحه دي فاليو ليها فاليو ولا ملهاش، من ناحيه الجماليه او من ناحيه القصه behind it او الرساله اللي هي عايزه توصلها. هل الارتست عرف يوصل الفيلينج والمينينج والمسج انتندد ولا لا. فبالتالي هنا بقى بيبقى الـ عارفين اللي هم ايه، الارت كريتكس اللي هو بيبقوا ماسكين البايب ولابسين البيري وكده ومنزلين النظاره على مناخيرهم، هنا بقى بيقعدوا يعني بيزد على الكلام اللي اتقال فوق يبتدوا يعملوا جادجمنت على الصوره ويدوها مثلا جريد، مثلا ليتس سي من 10، احنا بنتكلم ان اللوحه دي تاخد 5 بس من 10 او 7 من 10 او 9 من 10. ليه؟ لان هم بيحاولوا يشوفوا هل الارتست نجح فعلا في ان هو يوصل المعنى بيزد على الثلاث حاجات الخطوات اللي قبلها، هل الخطوط والالوان والحاجات دي كلها كانت بتساعده فعلا على ان هو يوصل المسج ولا لا. الايكونوجرافي يجي فين في الموضوع ده؟ الايكونوجرافي هيجي هنا في الانتربريتيشن. ليه؟ لان انا ممكن اوصف الخطوط، ممكن اشوف علاقتها ببعض، لكن انا المحتاجه قبل ما اعمل جادجمنت لازم افهم معنى الخطوط دي والاشكال دي كانت ايه. فبالتالي الايكونوجرافي هنا بقى مهم، ان انا لازم ارجع لاصل الصوره واشوف المعنى بيهايند الحاجات دي. مثلا هنا الابريق ده هل ممكن يكون ليه سيجنيفيكانس معين في النوبه في الوقت اللي اترسمت فيه اللوحه، وكان هو ده المعنى اللي كان عايز يوصله بيكار بس احنا مش عارفينه. ليه هم اتنين بس في ثلاث تفاحات في الطبق خلاص، فبالتالي هل الرقم 3 والتفاحه عامه له سيجنيفيكانس معين؟ نفس الكلام بالنسبه للناي، الناي بيبرزنت ايه؟ فبالتالي هتلاقي ان احنا محتاجين قبل ما نعمل جادجمنت على بيكار هل هو نجح في ان هو يوصل لنا الفكره دي ولا لا، لازم نكون عارفين كل element في الصوره بيربريزنت ايه عن طريق العلم بتاع الايكونوجرافي. خلاص، حد عنده سؤال؟ احنا كده خلصنا النهارده، كنا بنتكلم على الايكونز ازاي انها بتبريزنت حاجات في الحقيقه، وبنتكلم على فكره ازاي انها مهم جدا ان احنا نفهم الحاجات دي قبل ما نعمل جادجنج على الارت، هل له فاليو ولا ملوش فاليو. احنا مش بس بنبص على الارت هو شكله حلو ولا وحش بطريقه سبجكتيف، الارت كريتكس بيعملوا الكلام ده بطريقه فيري ساينتفك، بيبقى بيستخدموا فيها الايكونوجرافي كعلم ان هو يساعدهم في فهم اللوحات الموجوده. طب روان الثانيه. يا دكتور، هو انا كان عندي سؤال، لو انا لما اجي اعمل انتربريت لحاجه مش ده معناه ان انا خلاص عملت جادجمنت؟ لا، الانتربريتيشن انت هنا بس بتسالي عن الحاجات اللي هي الراجل وصل المسج ولا لا، ال work of art ده بيريليت ازاي للكونتكست والهيستوري، وبعدين بيزد على الميكس بتاع الثلاثه مع بعض بعمل جادجمنت. يعني الانتربريتيشن اتس اونلي وان ستيب من الجادجمنت خلاص، فبالتالي لازم عشان اعمل جادجمنت لازم ارجع تاني للثلاثه دول واشوف علاقتهم ببعض. يعني دلوقتي هو في مسج معينه خلاص، هو وصلها او لا مش دي الحاجه اللي انا هشجع على اساسها، هو وصلها او لا ازاي، عن طريق انهي elements، عن طريق انهي colors، عن طريق انهي علاقات balance او contrast خلاص. فبالتالي الجادجمنت لازم يبقى ريليتد الثلاثه مع بعض، ابقى شايفه ايه هي الاليمنتس والعلاقات اللي ما بينها وهل دول ريليتد للقصه ولا لا، ادن احكم على الارت ده اذا كان هو ناجح ولا مش ناجح. يعني انا لو سالت هل اللوحه دي بتوصل المسج اللي الفنان عايز يوصلها مثلا،
لو انا قلت اه او لا يبقى انا كده عملت judgment صح؟ لا، لو انت قلتي اه او لا ده مش معناه ان هو ان الارت ده كويس. ممكن يبقى هو وصل مسج، بس وصل مسج ما يعني، وما زال الارت ملوش فاليو. احنا لازم نرجع للثلاث حاجات مع بعض ونشوف علاقات الحاجات ببعض قبل ما نبتدي نحكم. فبالتالي هل الارتست، احنا بنسال هنا ايه هي المسج اللي وصلت، هنا بنقول هل هو نجح بقى انه يوصلها ولا لا. فاهمه الفرق؟ فهمت. بس كده. اه